هكذا بدت مطاعم العاصمة العراقية بغداد بعد قرار إغلاقها في ظل تداعيات كورونا، فتحولت من واحة لتناول الطعام إلى تقديمه للمواطنين عبر خدمات التوصيل للمنازل بنسبة تختلف عما كانت عليه في السابق، إذ تزدحم بالعائلات في رمضان أوقات الإفطار والسحور. يعني كل المطاعم وأغلبها في بغداد يصير عليها ضغط لوت، خاصة فترة السحور، يعني تلقى أغلب المطاعم متروسة بالشباب والعوائل، خاصة أيام الخميس والجمعة. لكن هاي السنة بسبب أوضاع الكورونا فيروس أثرت على العالم، صار بيها نوع من المخاوف، أكو بعض الناس تتخوف من هذا الموضوع، يعني الحركة ضعيفة والأوقات حظر التجوال كلش قليلة. يعني هاي الفترة قاعد نطلع أوردرين أو ثلاثة على الأغلب باليوم، أما بالأوقات العادية يمكننا نشتغل، لأن الزبائن مالتنا تعرف السفري مالتنا شنو قيمته بالنسبة لهم، فكنا نطلع أوردرات كلش هواية، بس هسه الحركة ضعيفة مو بس على المطعم مالتنا، على أغلب المطاعم. رائحة شواء الأسماك هنا لها نكهة أخرى، فهي إحدى الوجبات التراثية المفضلة في رمضان لدى الكثير من العراقيين، هي الأخرى يتم تجهيزها وتوصيلها إلى المنازل بعد عدم قدرة الأهالي على تناولها في المطاعم المخصصة لتقديمها. السمك أكلة تراثية قديمة عراقية، الناس تأكلها بكل الأوقات. قبل الوباء الناس تتوافد على المطاعم على القعدات الشعبية، أما بعد الوباء الناس خاف تطلع، الناس بتوصيل دليفري يروح للبيت. الأجواء الرمضانية وأجواء المطاعم والمقاهي غابت خلال أيام الشهر الفضيل، فشعور الابتعاد عن تجمع العائلات واللقاء على مائدة واحدة صعب جدا، لكن الالتزام بالإرشادات الصحية أمر لا بد منه. يبدو أن أبواب المطاعم ستبقى مغلقة طوال شهر رمضان، محملة أصحابها خسائر مالية كبيرة قد تدفع بعضهم مجبرين إلى إغلاقها بصورة نهائية. لتلفزيون سوريا أنمار غازي، بغداد.